من خبرتك الواحد احسن احسن ولا لا؟ انا متابعك من زمان قوي، انت كنت بتطلع تقول العكس. يعني الوحدة احسن، الوحدة احسن، الوحدة احسن، الوحدة مميتة يا صاحبي، انا عايشها بجد، عايشها. وبعد كل اللي انا فيه النهاردة يعني متيسرة معايا ماديا الحمد لله، نعمة ورضا، هو ده فل قوي. وعندي معارف كتيرة النهاردة، قبل كده ما كانش عندي. الناس النهارده بمشي في الشارع بتعرفني، بس مش هكدب عليك انا بميل للوحده، لان دي انا زرعتها فيا زمان، مش عارف اتخلى عنها. سرك في بير يا ولية، اسكت يا ولية. اعمل ايه يا جو؟ انا ورايا امتحان. اعمل اعمل راح اذاكر يا ولية، راح اذاكر عشان هتتبقلش. اول مره احضر رايف لانك قلت مش هتفتح. والله انا بفتح بالبركه. انت بقالك قد ايه في برنامج تيك توك؟ 5 شهور من رمضان اللي فات. 6 شهور يمكن، 6 شهور، 6 شهور اعتقد. بتحبني يا جو؟ ايه يا اسطى الكلام ده؟ ايه يا محمد؟ في ايه يا محمد؟ محمد طارق يا رضا، يا رضا انا بحبك قوي. انا من اسكندريه. قلبي يا دي علوه. لا مش بسجل يا حبيبي. يبقى إيه بتسجلي يا وليه؟ قلبي ما تقفلش. لا 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 اقفل. لا لا انت صح فعلا، يبقى انت كنت عايز تطلع رقص. جو ايه؟ انا قرات كل ما يخطر على بالك. حلو قوي الكلام ده. ودخلت على الكتب الاجنبيه وبدات اترجم واقرا، وتعبت جدا لما فهمت. ده الوعي، دي درجات الوعي. ده الوعي في مجتمعاتنا مرعب، ان انت تكون واعي وفاهم وحريات، ويعني ايه الواحد ليه حريه، ويعني هتروح في داهيه لو في وعي. بلاش والنبي هيطلع يقول وبيحرضهم. والله ما انا بقول كده. ما تعملوش كده. ايه اخبار عمار حسني؟ شغال يا اسطى، يا اسطى انا لازم اسمع الاغاني النكت. انت ليش بس بتقرا المدرسه التحليليه في كذا مدرسه سلوكيه؟ مدرسه تحليليه اوقع، اوقع احسن حاجه فيك طبيعتك. لا 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 انت ميدو. لا يا ميدو عادي يا ميدو، انا طيب يا ميدو. لا دي امسحها. 7 مليار وانا في وحده، في وحده يا ولاد الفقريه. انا عملت لك دوشه على الانستا، بكتب لك كتير. اكتبي يا وليه براحتك والله، اكتبي اكتبي، عيشي، اكتبيني نوته، استخدميني نوته. لا لا مش كده، مش ايه ايه ليه عايش وحيد؟ انا لو عندي ابن، ابنه قال لي انه وحيد وانا موجوده هموت من الزعل. انت ممكن تكون في وسط ناس كتير وحاسس بالوحده. 7 مليار وانا في وحده حبيبي يا جو. قلبي يا اسطى. لا صاحبي يا اسطى، اخويا يا اسطى، واللي بحبك يا مرمر في المايك. ما بلاش جو عيد الميلاد ده وحياة ابوك، وخلونا في المهم، انجزوا يا اسطى. ايه مبدأك في الحياة؟ نسوان. انا عايش عشان اشرط نسوان بس، والله العظيم، بس ما بعرفش اشرط. المهم في طبال ولا لا؟ عشان انا رقصة. ما انا بقول لك بقى، استفادي من الفكرة ان انت تنمطيها، تنمطيها وتخليها طبيعية. يعني يا اسطى انا دخلت الامتحان وبورقتين صغيرين حلو كده، وطلعت واصحابي كلهم ضيعوا الامتحان وانا هنجح. المهم انت تنجحي. قول بحبك يا مرمر. هقول تاني، وطي صوتك يا ابني انا في الدرس. ايه انت فاتحه لايف من الدرس؟ قد ايه انا وسخ. بتفتح لايف من الدرس؟ ماشي يا اسطى، ايش ايش حسب الله ونعم الوكيل. جو بقى انا بعمل النصايح اللي انت بتقولها، ومن وانا صغيره كده ذكيه. انت تروح في داهيه. الزمالك النهارده هو وبيراميدز. شوف بيراميدز مش خسر، احنا هنخسر. والله الزمالك بيودينا في ده. ايه رايك في المجتمع العربي؟ دي اسئله محنكه وهتودينا انا في داهيه، بس انا هجاوبك. عارف الزمالك يا اسطى؟ ايه رايك في الزمالك؟ سيم. جو انا بعمل نصايح. اللي انا قلتها يا سلمى، اقعدي يا سلمى. انا بقى يا جو انا بعمل مكياج سينمائي وجروح وحروق بتوع الافلام. ما تشجعني يا اسطى. عظمه يا وليه، والله برافو عليك، اخيرا لحقت اللايف. الف مليون. بتسمع عمار حسن؟ عمرو حسن. في تراك لعمرو حسن اسمه الحرب العالمية الثالثة، التراك ده على اليوتيوب مدته 7 دقايق و2 ثانية. دي أحسن نغمة هو قالها في الحرب العالمية الثالثة. بحبك يا اسطى وأنا بحبك والله. صريح اللي في قلبي على لسانك.
يعني حاجه زي كده. رفع ما انا قلته يا اسطى انت عامل شعرك فين؟ والله انا امي كانت عامله كركديه، والله العظيم ما بكذب عليك، كركديه وعليه مش عارف كركم وايه كده وبتاع وايش، اخلطت بتاع كده وحطتني شعري فيه مره وخلاص. ايه تاني؟ ماشي، عشان تعرف ان الناس بتحبك يا جو قلبي قلبي. لا هي المشكله الامتحان كان دين وكلهم متدينين، انا اقسم بالله كنت باخد امتحان الدين الاسلامي حلو والله العظيم، والعيال كانوا بيغشوا مني في الجامعه كنت باخد. ماشي يا جو، انا 18 سنه وعايز اجيب فلوس كويس اصرف بيها على نفسي. حلو حلو، بص انا بحترم قوي العيال دي. بص يا اسطى انت انت راجل والله العظيم، يا اسطى انت راجل، ولو انت بتفكر من دلوقتي بالكلام ده قشطه، انت قدامك حلين. لو انت بتاع تعليم ركز في التعليم سيبك من الشغل، لو انت مش بتاع تعليم يعني كلنا عارفين نفسينا، كلنا عارفين لو احنا قعدنا في التعليم هنجيب ولا لا. يعني انا كنت عارف ان انا مش بتاع تعليم فقشطه يعني مش فارق معايا، لكن هل انت بتاع تعليم؟ لو انت بتاع تعليم هترشق وهتجيب فلوس حلوه. طيب انت مش بتاع تعليم، اتعلم صنعه، صنعه يعني انزل في محلات، لو انت مفيش امكانيات خالص من زيرو انزل في محلات مطاعم، لو انت بتحب الاكل دور على المهنه اللي بتفهمها، تفهم ميكانيكا انزل ميكانيكي، اشتغل مكواجي. والله انا كان نفسي امسح عربيات، اغسل عربيات، عامل مغسله كده وبتاع والدنيا كانت هتبقى. يعني مره كنت ما يلا معلم اشتغل حاجة مهنة تتعلمها بعد 5 سنين، بعد شوط كده يعني على 20 على 21 سنة تكون خلاص شربت الصنعة، شربتها وعندك إمكانية إن أنت تفتح لوحدك، هتفتح لوحدك وهتنجح. أنا واحد صاحبي فتح محل كبدة وإحنا صغيرين، هو بسم الله ما شاء الله كان بيدخل 13 14 ألف جنيه في الشهر. صباح الفل، في فلوس يا جدعان، بس أنت شغل دماغك يا اسطى. أنا كمان فاتح اللايف من الدرس عادي. العيال دي ماشي يا جدعان، في ايه بيقول لكم كونجراتوليشن ذا توب هوست ايه هاور؟ يعني ايه كونجراتوليشن؟ ايه ده؟ ده مش شايف جوز يو انا التاني على اللايف، ازاي التاني وانا كونجراتوليشن بقيت الاول؟ الله اكبر، ده ايه ده يا اسطى؟ ده هيدوني جوائز ايه يعني؟ خلاط بالكهرباء؟ مبروك عليك سيبت حله تيفال بتنور. الشتاء غسل سقف العرب. انا ندمان على الشتاء والله، انا عندي 16 سنه ومحتاج كتاب اقرا. اقرا ربع جرام، ربع جرام ده لازم تقرا اي حاجه عن المخدرات، لازم تفهم ان المخدرات والبودره هتوديك في 60 داهيه، فلازم تاخد الكورس ده، دي كورسات كده في حياتك لازم تاخدها. وبعد كده اقرا سفينه نوح، الكتاب ده عظمه. اي حاجه لخالد الخميسي كان عامل حاجه اسمها تاكسي، وكان عامل حاجه اسمها سفينه نوح. اقول لك بلاش ده، بلاش بلاش، ما اعرفش ازاي الكتاب ده اصلا عدى من الرقابه، ازاي ابقى غني زيك؟ ايه ده؟ يا عاجي انت فاهم غلط، انا مسطوره معايا. انا بص هقول لك، انا بيبقى معايا فلوس كتير فبعمل مشاريع فبفشل فبتضيع، فبروح بجيب بعمل مشاريع تاني، بقف على رجلي ساعات وبكسب ساعات كتير وبخسر ساعات كتير اكتر. فايش مش حاجه اسمها ابقى غني يا عم، خليه قول لي ازاي بقى عندي راحه بال. اقول لك ما اعرفش. يخرب بيتك يا كريم. انا نفسي اشتغل ميكانيكيه بس بابا مش راضي. انت برضه خليك يعني، ده انا لو في ميكانيكيه شغاله والله، بص انا معايا جولف، معايا قصدي فولكس فاجن، لو انت ميكانيكيه وانت بتاعت 108 اجي اصلح عندك مش عشان اوتك. خليك حنكه كده الله يستر. يعني في شغلانات برضه، ما خلينا برضه متفقين المجتمع مش هيسمح لك، ولو انت مش قادره تفهمي ان المجتمع مش هيسمح لك يبقى دي مصيبه. لا المجتمع مش هيسمح لك ولازم تمشي تبع ده. يعني عندك شغلانه للبنات، في شغلانات كتير قوي، في عندك الميك اب ارتست، وعندك بتاعه الضوافر، وعندك العيال، في عيال بتوع ضوافر رهيبه وبتكسب حلو قوي قوي قوي، وعندك الكوافيرات، وعندك المكياجات، وعندك الفويس اوفر. انا اعرف فويس اوفر بيكسبوا ايه، ملايين ملايين، حسب الله ونعم الوكيل في ابوهم. اسمها كونجراتوليشن، وانا قلت ايه؟ ماشي. هو السواد اللي تحت عينك ده من الوحده؟ والله يا ابني ده من قلة النوم، اصل ما بنامش. عايز اقول سر، نفسي الراجل اللي هتجوزه يرسم الابتسامة اللي انت بترسمها لي. انا حنين الحمد لله. يا وليا اتجوز ابو هشيمة معاه فلوس. بلا ابتسامة بلا افتاج جد، خليكي في ابو فلوس. ازاي ابقى يا ابني غني زي ايه يا ابني؟ الله يسترك. ماشي، ازاي برضه ابقى غني زيك؟ ماشي، احكي عن حوار التليجرام. حوار التليجرام ده غريب قوي، ليه بقى؟ هقول لك، المصريين دول غراب قوي.
يعني مثلا يروح فاتح التليجرام وعايز يشقط، ما هو انت هتشقط مين؟ هتلاقي مديحة كوباية.